اش قولك كان نقول لك اللي الحب كذبة ديما غيا؟ ها معقول كل اللي بنعرفه عن الحب يطلع غلط؟ الو، اهلا، سلام. انا وقعت. وين طحت يا بنتي؟ يا بنتي ايش بيك؟ وقعت وما حدا سمع علي. سلام، فيش تحكي؟ شو كبرياء اتمزق وجاكيت تبعثار وعلقت في شباكه. شباكة؟ شنو هي شباكة هذي؟ ما نفهمش الأردني برشا راني. فيش تخرف؟ هو العنكبوت وأنا الذبانة العالقة في شباكه الحريرية يا اسكندر. عنكبوت؟ وات؟ سلام. ألو؟ لقيت العنكبوت البشري المثالي اللي ما فيه ولا غلطة، طلع موجود. أصلاً ما أتوقع بشخص زينا. يا تشبيه هذي. ألو؟ ألو؟ Guys, this is my mom's YouTube channel and you have to subscribe her. She makes awesome videos. خلينا نوضح القلوب من أولها. الحب ما له علاقة بالقلب. هلا صحيح هاي الصورة هي كل شيء بنعرفه عن الحب، بس بهذا الفيديو رح نحكي الحب من وين بيجي أصلاً وشو أنواعه. فهمك لهاي الأنواع رح خليك تعرف إذا الحب اللي حاسه حقيقي ولا شو الوضع. كمان رح يعطيك الاستراتيجية لتقوي علاقتك الحالية بشريك حياتك. خلينا نبدأ بأول أنواع من أنواع الحب واللي هو الشهوة. تكون عايش حياتك بأمان الله وفجعة تقابل حد جذاب على قلب بالنسبة ليك، كما نقولوها بالتونسي يطيحك من رمش دعين، وانتي على الحالة هذيك يقوم قلبك من السبات متاعه وتغرق في الدوبامين، حتى شكلك في المراية يزيد يحلى. أما بالنسبة لدماغك المثالي يدخل في كسوف كلي، استرها معانا يا رب. بالتونسي نقوله يدخل قبة يخرج قيل، ويديك تعرق وقلبك باش يخرج من مكانه، وكي تمشي تتدعثر وتتبهلك، وكي تحكي تتلعثم، وذكي اللي فرحان بيه ودع حبيبك وانسى هواك. مش يقولوا الحب يردك أعمى؟ أهلا بك في بحر الظلمات. هو الحب في حقيقة الأمر مش أعمى، بس أما الشهوة هي اللي تكون مسيطرة على المخ متاعك. مشاعر الشهوة صديقي المشاهد أساسها الرغبة وغريزتنا البدائية في الأشباع الجنسي، وأعتقد أن الموضوع واضح. احنا عنا حاجة فطرية للتكاثر والحفاظ على جيناتنا المقدسة، هذا النوع من الحب اللي هو حب الشهوة، وموجود عنا الكل، الكائنات الحية الواعية والغير الواعية، حتى الأشجار يتكاثروا. وكما علمتني سلام بالأردني، الكل بده دقس بقس، ونحنا نقوله بالتونسي الكلها تحب تشلبق الفانفون. ومين مدير الشهوة؟ هما الهرمونات الجنسية اللي هما التستوستيرون للشباب والأستروجين للبنات. هلا احنا البشر ما عنا فترة للتزاوج زي البسس مثلا، بس في كم من يوم بالشهر تقدر تعتبرهم ايام التزاوج، وهي الايام لها علاقه بدوره الهرمونات الشهريه تبعث النسوان. البنت خلال الشهر بتمر بتقلبات هرمونيه بتخلي مودها زي الزفت، لكن في كم من يوم سريات بتكون فيها الهرمونات حليبتك. لما البنت تكون عم تمر بفتره الاباضه بيكون هرمون الاستروجين عندها بالعلالي، أنوثة طاغية، كاريزما ممغنطة، رغبة مرتفعة شوي. بيقوم جسمها بفرز بما يعرف بالفرمونات الجنسية، وهي مادة كيميائية وظيفتها إنها تجذب الجنسين لبعض، فبينجذبوا لبعضهم وبتوكلوا على الله. حلو، طب كيف بدي أعرف إنه اللي حسيته هو شهوة وبس؟ في أشياء كتير ممكن تستدل منها. الشهوة إنك تفكر حبيبك مثالي بعيونك بطريقة غريبة وما في ولا غلطة، بينما الحب هو إنك تكون عارف عيوب حبيبك وفاهمها وستل بدك تضل معه. الشهوة هي إنك دائما تكون متشيك ومتشكلس وشافط بطنك عشان تشوف حبيبك، بس الحب إنكم تكونوا فارشين حالكم على الكنباي بعد الجرائم اللي ارتكبتوها على العشاء ومش قادرين تتنفسوا وبتتعازموا مين يقوم يجيب مي، لأنك بتعرف إنه بحبك بالأساس مش بس عشان شكلك. الشهوة هي إنك تقضي وقتك بتحكي بمواضيع على السطح مع حبيبك وتهرب من أي خطط مستقبلية، لكن الحب إنكم تقضوا ساعات وإنتوا بتحكوا مع بعض وتتعمقوا بالمستقبل، بالأفكار، في كلاكيعكم النفسية، في العلم، في كل شيء. معناته الشهوة هي إنك ترغب بشخص ما جسدياً فقط. ماذا لو كان بدك أكثر من الجسد؟ خلينا نخش على الأعمق شوي ونحكي عن النوع الثاني واللي هو الانجذاب.
الانجذاب هو نوع الحب الأعمق نتفة، يعني مش بكون بدك الشخص جسدياً فقط، بل كمان بتكون فضولي تجاهه، بدك تتعرف على شخصيته، بدك تعرف هو شو بحب، شو بكره، مين أهله، شو ماضيه، شو أحلامه. لؤي حبيبي بدي أعرف كل إشي عنك، احكي لي كل إشي كل إشي، كل خطوة، كل نفس، كل حركة، كل شخة، كل كحة، كل إشي بدي أعرف. لؤي عم بفكر بعد سنتين رح على بريطانيا، بحكوا هناك العيش أحسن للأولاد، شو رأيك حبيبي؟ أحسن لنا صح؟ المسؤول عن مشاعر الانجذاب واللي بخليك تحس بالسعادة وانت بتحكي مع حبيبك هو هرمون الدوبامين. الدوبامين بينصنع بالدماغ في منطقة اسمها الهايبوثالامس أو ما تحت المهاد بالعربي. هاي المنطقة عاد لها دور كبير بالعاطفة والمشاعر، بالتحديد في مشاعر الخوف والسيطرة. على فكرة مشاعر الخوف والألم والجنس مرتبطين جداً ببعض في الدماغ. اضرب اضرب كمان عايزة توب. بيجي الهايبوثالامس بفرز الدوبامين وبسكر الفص الجبهي الفرونتال لوب باي باي، واللي هي منطقة التفكير العقلاني والواعي والمنطقي. عشان هيك الواحد بس يحب أحيانا بصير حمار. هذا غير إنه هرمون الدوبامين مرتبط عندك بمركز المكافأة وبينفرز لما تعمل أشياء بتخليك تحس بالسعادة والنشوة، بل كمان بيفرز معاه هرمون النيوربينفرين اللي بيحسسك هيك بالانتعاش والحيوية كمكافأة من أمنا الطبيعة على حفاظك على جيناتك لحد الآن. وكمان بينشط المنطقة في الدماغ اللي اسمها النواة الذنبية كاديت نيوكليوس. كاديت نيوكليوس هاي المنطقة عاد بتكون نشطة جداً في حالة إدمان الكوكايين، يعني حب مخدرات سيم سيم. طيب كيف بتقدر تعرف إنك منجذب لشخص ما؟ شوف بيكون بدك تضل معاه طول الوقت، وإذا ما كان موجود بتشتاق له، بتحلل كل كلمة وتصرف بيطلع منك أو منه، بتتضايق إذا ما رد على مسجاتك أو مكالماتك، فجأة بتصير مهتم باهتماماته وهواياته، تضحك على نكته حتى لو بضان. بس في مشكلة، ترى مش شايفين لحد الآن سوى المكافآت، لكن هذا لا يعني إنه الحب شعوره دائماً حلو. هرمون السيروتونين مثلاً له علاقة بالشهية والمزاج، هذا الهرمون يا معلم في وسط عاصفة الانجذاب والافتتان والضياع بنهزم، وبنزل مستواه في بداية العلاقة لدرجة إنك بتبطل لا تأكل ولا تنام. طيب What if I want more؟ عاوز أكتر من مجرد حماس دوبامين وشغل مجانين. هذا بيدخلنا على النوع الأصعب على الإطلاق، حب الارتباط. هذا الحب هو العامل المهيمن على العلاقات طويلة الأمد، الريل ديل مش النص نص، وهو ما يتبقى يا حبيبي بعد أن ينتهي الهيام والافتتان والتوهان في بحر العشق، لما يدوب التلج ويخلص الدوبامين وتنزاح الغمامة عن عيونك. احكي. طبعا بدي احكي، لانه تبكي الشاب العربي حاحكي، اكيد حاحكي. بتعرف ايش المشكله حبيبتي؟ انا بحبك مثل ما انتي، ما بدي اياك تتغيري عشاني، بس بدي اياك تحسسيني اني انا البطل الغوار اللي جاي اخذ لك حياتك وراح احميك من الاشرار، بس مش كثير كمان، لانه بدي اياك تكوني مستقله وبتعرفي تدبري امورك وتدبري حالك وما تعتمدي علي كل شوي توجعي لي راسي. بدي احس انك بتحتاجيني دائما، بس كمان مش كثير عشان ما احسك دراما ونيدي وبتموتي من غيري. بتهمني شخصيتك وروحك، لاني ما بحب البنت السطحيه، بس مش كثير كمان عشان اضل احس حالي اشطر منك وهيك برضه ما احسك بشعة. بدي اياك تكوني هيك كمان نرشه كثير جذابه وفليرتي، بس مش كثير كمان عشان ما احسك قليله ادب وعندك ماضي غميق. هاي هي المشكله. ترسى على شطآن الترابط، يا على الأغلب ينسحب السيفون على العلاقة قبل ما تبلش. هذا النوع من الحب من بطولة هرمون الأوكسيتوسين. الأوكسيتوسين بيصنع في نفس المنطقة اللي بيصنع فيها الدوبامين بدماغ، بينفرز بكميات كبيرة أثناء العلاقات الحميمية والرضاعة
والولادة. يعني حب الشهوة والانجذاب محصورين بالعلاقات الرومانسية، بس حب الترابط موجود كمان عند علاقاتك انت واصحابك، انت واخواتك، انت وولادك، انت والبرومانس تبعك كذا يعني. طيب كيف بدك تعرف انك حصلت على الريل ديل هاي اللي بيحكوا عنها؟ لما تلاقي انكم تتقبلوا انكم اشخاص منفردين عندكم احتياجاتكم الخاصة فيكم، توثقوا انه انتوا التنين رح تكونوا صريحين بمشاعركم مهما كانت، تتواصلوا مع بعض بشكل بناء وتاخذوا القرارات كأنكم فريق، تدعموا بعض في شغلكم بأهدافكم. كتير مهم انه ما نخلط بين انواع الحب. الترابط والشهوة والانجذاب مختلفين كتير عن بعض، حتى انه لهم مناطق منفصلة عن بعض بالدماغ. صح الشهوة والانجذاب اللي ممكن يؤدوا لممارسة الجنس ما يكونوا بحد ذاتهم محببين وممتعين، بس بالنهاية كلنا بدنا الريل ديل، لكن بتقدر تعتبرهم بداية مبشرة ترمز للترابط اللي جاي. بس في سؤال مهم يطرح نفسه، مدام بنفع الأم تحب كل أطفالها والأخ يحب كل إخوانه، وبنفع يكون عندك أصحاب كتار وتحبهم هم كمان، هل هذا يعني إنه نفس الشيء ممكن يكون بالعلاقات الرومانسية؟ هل بتقدر تعيش قصتين حب بوقت واحد؟ هلأ أشوف الخبراء بيقولوا إنه على حسب. إذا بتحكي عن انجذاب فهوهو بتقدر تنجذب لتنين، ثلاثة، 13 عادي، السماء هي سقفك، لأنه ممكن كلهم يحفزوا الدوبامين بدماغك ويحسوك إنك مميز، كل واحد بطريقة شكل. أخصائي العلاقة بيقول إنه هذا السيناريو ممكن يصير حتى للناس اللي بعلاقات طويلة وصحية. لما تكون بعلاقة طويلة ومستقرة بيكون مستوى الدوبامين عندك رجع لوضعه الطبيعي، بعدين فجأة بدخل شخص على حياتك وبتنجذب له لأسباب أنت ما بتعرفها، بيقوم برجع بشطح عندك الدوبامين، بتقوم أنت بتفكر حالك شو وقعت في الحب مرة أخرى، بينما أنت بتكون فعلياً وقعت في الفخ، الفخ اللي هيخرب لك أم حياتك، لأنه احتمال العلاقة الجديدة هاي تكون شهوة ومشاعر انجذاب فقط لا غير، اللي برضو رح تختفي بعد شوي. فبدنا نروق الله يصلحك، بدناش البت يتطربق فوق دماغ أهلين. مع إنه السيناريو هاد بيختلف الحكم عليه من ثقافة لتانية على فكرة. بالثقافات المنفتحة هولندا مثلاً بيعتبروه إشي عادي، ممكن الطرف الأول يكون عارف بعلاقات الطرف الثاني الجنسية وما عنده أي مشكلة فيها، بل حتى إنه بيبرر له، عندهم العلاقات خارج نطاق الزواج زي الحلاوة. لو حسيت بالذنب ببساطة بقولوا لك دود بي كول، شبيك هاشم؟ لا تشعر بالخزي، don't be ashamed man، انت انسان وعندك رغبات وكل واحد فيهم بيغطي لك رغبة معينة، it's easy peasy man، يعني it's easy cool، هولندا is good. بينما في الثقافات المحافظة مثلنا طبعا يعتبر هذا الكلام خيانة وغش ومستحيل حدا يعمله، مستحيل. شنو؟ ما شافكم حد؟ ما تعرفش الموضوع عيب؟ يودي متأكد ما شافك حد؟ سمعني سمعني، بيناتنا بيناتنا احكي لي ايش صار، احكي لي تفاصيل. ها صار ها ها كله نفسه خضرة يا بيبي، بس اللهم احنا عنا بيعملوا حالهم مش عم بيعملوها زي الهولنديين وبتمشي الحياة. المهم بعد ما عرفنا عن انواع الحب الثلاثة اللي هم الشهوة، الانجذاب، الترابط، معظمنا يعني اتوقع بدنا حب الارتباط، بدنا علاقة قوية الامد، نتجوز، نجيب اولاد، نعيش في دائرة الحياة يعني. بس في مشكلة بهذا النوع من الحب، حب الارتباط بعد فترة بصير ممل يا أخي، الانجذاب والسحر والغرام وهوس البدايات بيقل وبيختفي مع الوقت. بس ليش؟ واحد من الأسباب شي بيسميه العلم habituation أو بالعربي التعود، بتكون عرفت الشخص لدرجة إنك متوقع كل الحركات الرومانسية اللي ممكن يعملها، يعني لازم يتشقلب لك على الشجرة عشان شرارة الحب ترجع تولع في مخك مرة تانية. بهاي المرحلة ما بيكون في تأثير دوبامين ولا نيوربينفرين ولا بطيخ، كلها بتكون استقرت. هون عاد بيجي دور الطرفين إنهم يشتغلوا على العلاقة وما يعتمدوا على الكيمياء وبس. مستسلم نفوت عليهم، بدنا نفجرهم تفجير تفجير، بدنا ننبش الخارطة نبش نبش، بدنا نشل بخت. يا بيبي أني وحدة بتطخ؟ هاي 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 هاي، يلا يلا أنا جاهزة، يلا بلش. هلا بدنا نفوت عليهم ونكسرهم، راح أكسرهم بالكول أوف ديوتي. هاي هاي بتطخ صح. كيف يشتغلوا على العلاقة عاد؟
في حلقة من برنامج سلام تحكي كاملة مكملة مع الأخصائية النفسية مي السمهوري، تحكي فيها عن هاي الأشياء بالتفصيل وكيف بنقدر نقوي علاقتنا ونعرف إنه إحنا مع الإنسان الصح. تقدروا شوفوها هون. طيب شو المحصلة؟ المحصلة إنه أول شيء الحب ما له علاقة بالقلب. الناس كانت تفكر إنه الحب والهيام بيجوا من القلب قبل، بعدين أجا المخ حكى لهم ماشي في بالك اللي القلب هو العضو الأساسي في الحب. يعطيك بمنعولة، الحب في المخ لهنا هو اللي قرر مصيرك وهو أعظم عضو بالكون. المشاعر عملية دماغية، بس إذا دماغك بختار يتخبط تماماً في بحر المشاعر ويورط حاله مع ناس زبالة، هذا عاد شيء يخصك ويخص الست الوالدة. تاني شيء إنه بتقييمنا البشري كل واحد بيشوف وبيحس الحب بشكل، فإذا كنت بعلاقة مع شخص لازم تسأل حالك بالأول أنا شو بدي، وتكون واضح بتوصيل هاي الرسالة للشخص الثاني. يمكن أنت حاسس بالشهوة فقط بينما الشخص الثاني حاسس بالانجذاب، ممكن تكون بدك ترتبط بس الشخص الثاني مش شايف أنه في بينكم مستقبل. أهم إشي في أي علاقة سواء شهوة أو انجذاب أو ارتباط أو أي إشي هو الصراحة. صديقي المشاهد، كون صريح مع روحك ومع الطرف الثاني ما غير ما تكسر قلبك وقلب غيرك. أول حاجة لازم تعرف روحك شنية أنت تحب، ومن بعدها تتأكد هل أنت على نفس الموجة مع شخص الثاني. يعني أحكي وتناقشوا مع بعضكم شنية هي تحب وشنية تمثل العلاقة هذيك ليلك وليلها إلى آخره إلى آخره. صديقتك أو صديقك ما هوش الفار التجارب متاعك، فما غير اللخبطة. لما تكون في علاقة لازم تكون مرتاح، حتى لو كان ماشي في بالك أنه حبك درباني وحبك غير محدود، ضروري أنك تحط الحدود على الأقل الشروط لراحتك النفسية وصحتك، يعني ما غير ما ندخلوا تحت سقف توكسيك ريليشنشيب. شكر كثير كبير لصديقي المبدع خرمولوجيا على المشاركة بهالحلقة. روحوا شوفوا قناته واشتركوا فيها. سلام. بعد ما عرفتوا شو هو الحب وأنواعه احكوا لي بالتعليقات شو هو نوع الحب اللي انتوا عم تمروا فيه حاليا. سلام. إذا بتحبوا المحتوى اللي بعمله وحابين تساعدوني تقدروا تدعموني على باتريون. كمان على باتريون كل شهر رح نعمل لايف سيشن نتناقش فيها مع بعض إحنا الباترونز بأشياء لها علاقة بالعلم بالحياة، يعني ندردش. إذا مهتمين بالموضوع رابط الباتريون بتلاقوه بصندوق الوصف. سلام. طيب فش داعي نحكي موضوع القناة وإنه لازم تعمل سبسكرايب وتخلي جرس يرن إلى آخره. بصراحة لازم أذكرك أو أذكرك إنك تشوف أو تشوفي الفيديوهات التانية. يا أخي اسرحي بخيالك.